أبدأ معك ليث من فلوريدا، هذه الولاية الحاسمة في الانتخابات الأمريكية والتي يبدو أنها تميل اللون الأحمر بحسب آخر ما وصل إلينا من نتائج. ليث إليك. نعم تسابيح، صباح الخير صباح لكم النور. هناك في دبي وهنا مساء الخير في الولايات المتحدة وخصوصا أقصى جنوب الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا. لنلخص ما حصل في ولاية فلوريدا بخصوص فرز الأصوات. منذ إغلاق صناديق الاقتراع صوت 5,444,061 لترامب و 5,172,453 لبايدن، يعني 50.8% لترامب و 48.2% لبايدن. ومن ثم ساعة بعد توقف الاقتراع والبدء بفرز الأصوات صوت 5,534,500 طبعا و540 لترامب، ومن ثم وطبعا 5,214,789 لبايدن، يعني 51% لترامب و48 لبايدن بعد فرز أصوات 93% من حجم المقترعين. لكن قبل لحظات مع ارتفاع نسبة فرز أصوات المقترعين إلى 94% قبل ما يوصل الرقم طبعا 97% قبل قليل معكما، صوت 5,613,848 لترامب و 5,239,72 شخص أو مصوت أو مقترع إلى بايدن، يعني 51.2% إلى ترامب و 47.8% إلى بايدن. الشبه مؤكد أن مدينة ميامي وتامبا هي ديمقراطية لحد هذه اللحظة طبعا، لكن أورلاندو شمال البلاد هي جمهورية. يعني لحد هذه اللحظة بقي 3% من فرز أصوات المقترعين لنعرف النتيجة النهائية في هذه الولاية على الأقل جنوب الولايات المتحدة في فلوريدا. ولكن الذي فاجأنا جميعا أن تكساس هذه الولاية التي لم تكن يعني متأرجحة أبدا وكانت دائما صحيح. محسومة على الجمهوريين، بدت هذه المرة صهيب محسومة على الديمقراطيين، وهذا التغير ولكن حتى الآن يعني عادت قليلا صحيح. جمهورية في انتظار نهاية الفرز. ليث، هي إذن مفاجآت متتالية.